معلومات فنية لتوقيت ملخص حقن الوقود دي بي، قراءة كتالوج المحرك للتعرف على النقاط الفنية ومنها تحديد ماسورة الضغط العالي للأسطوانة رقم 1 بالحرف إكس في هذا المكان على المضخة ويقال لها نمبر 1 سلندر أوتلت إكس، فك غطاء فحص توقيت الحقن انسبكشن تايمينج كفر، ده الانسبكشن تايمينج كفر، دوران عمود المرفق في اتجاه الدوران الى النقطة الميتة العليا التوب ديد سنتر، دوران عمود المرفق في اتجاه عكس الدوران حتى 24 درجة حسب كتالوج قبل التوب ديد سنتر وهي بداية الحقن ستارت اوف انجكشن، تحديد توقيت الحقن للاسطوانة رقم 1 بالحرف اف تايمينج ليتر اف وهي موجودة بكتالوج الصانع الاوبريشن مانوال، التأكد من استقامة الحرف اف مع الحافة المستقيمة لورد الزن السيركليب وهي ايضا تحدد الستارت اوف انجكشن للاسطوانة رقم 1، معناها استقامة فتح توزيع الوقود بالمضخة مع ماسورة الضغط العالي للاسطوانة رقم 1 تايم ليتر اف. يوجد علامة خط مستقيم بالمضخة، هذه العلامة وعلامة خط مستقيم على غطاء توقيت الحقن او تأخير لعمل تأخير او تقديم في حقن الوقود، تحديد ترتيب الاشتعال فايرنج اوردر مهم جدا لتوزيع مواسير الضغط العالي من المضخة الى الاسطوانات بدءا بالحرف اكس للاسطوانة 1. اتجاه دوران المضخة مهم جدا لتوزيع مواسير الضغط العالي ايضا لضبط توقيت حقن الوقود للمضخة الدوارة الفول انجكشن تايمينج. يوجد حالتان، الحالة الأولى عند إعادة تركيب المضخة الدوارة بعد الإصلاح أو عند تركيب مضخة جديدة. الفيديو الذي أمامنا يشرح عمليا كيفية تركيب المضخة الدوارة دي بي اي بام. يوجد 3 خطوات لضبط توقيت حقن الوقود الستارت اوف انجكشن. اولا ضبط المحرك، ونبدا بدوران عمود المفرك دي الفلاي ويل، دوران عمود المفرك كرانك شافت في اتجاه دوران المحرك حتى يصل المكبس رقم 1 الى النقطه الميته العليا التوب ديد سنتر. ثم دوران عمود المرفق كرانكشافت في اتجاه عكس دوران المحرك في هذا الاتجاه حتى 24 درجة قبل التوب ديد سنتر طبقا لكتالوج الصانع وهي نقطة بداية حقن الوقود ستارت اوف انجكشن. ثانيا ضبط المضخة الدوارة دي بي اي بام بدوران عمود ادارة المضخة، هذا العمود درايف شافت بحيث تكون المضخة خارج المحرك ويكون في اتجاه دوران المضخة المطبوع على النيم بليت، وادي السهم بتاع دوران المضخة الدوارة حتى نصل الى الحرف اي. الحرف اي هو في خط مستقيم والذي يستقيم مع هذه الحافة المستقيمة لورد الزنق
سيركليب ويتم تحديد هذا الحرف طبقا لكتالوج الصانع. إسقامة الحرف اي، إسقامة الحرف اي مع الحافة المستقيمة والزن تعني بداية حقن الوقود للصوانع رقم واحد، أي استقامة فتحة توزيع الوقود distribution port مع فتحة ماسورة ضغط العالي للأسطوانة رقم واحد. ثالثا، بعد ضبط مضخ الدوارة نقوم بتركيبها، وده مكان تركيب، ده مكان تركيب المضخة الدوارة، وده ترس المضخة التايمينج بام جير. لاحظ هنا وجود بن، مكان للبن، تركيب المضخة الدوارة مع عدم تحريك عمود المضخة درايف شافت، ثم تركيب ترس توقيت المضخة تايمينج جير، تايمينج بام جير، وذلك بلف هذا الترس، يعني بلفه حتى تستقيم الفتحة دي البن الصغير ده مع الفتحة الطولية للمضخة الدوارة. وذلك بلفه حتى تستقيم الفتحة الطولية، هذه الفتحة الطولية للمضخة الدوارة مع هذا البنز، بنز ترس المضخة تثبيته. للتثبيت ثم رباط ثلاث براغي، واحد اتنين تلات براغي للمضخة الدوارة مع المضخة الدوارة دي بإي بام مع ترس المضخة التايمينج بام جير.